بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أقامت كلية المستقبل الجامعة ندوة حوارية بهذه المناسبة بحضور نقابة الصحفيين فرع بابل وعدد من الصحفيين والأكاديميين. هذا اليوم مثل تعرف حضرتك يوم مهم جدا لا سيما في العراق، وان العراق قد اعطى اكثر من 500 شهيد صحفي، 80% من عندهم كانوا برصاص، يعني بالرصاص، قتلا بالرصاص، وهذا يعني ان حريه الصحافه تحتاج الى وقفه كبيره. هؤلاء الشباب اطلعوا على تجارب صحفيه فرديه في الميدان، وهذا مهم جدا لمستقبلهم الصحفي. احنا مصورين حربيين، فدخلنا معارك هوايه وصوبت عني، والحمد لله والشكر من صوبت وكمل صارت الشفاء التام، اكتسبت الشفاء التام ورجعت للمعارك من جديد. الصحفيون المشاركون في الندوة أكدوا أن حرية الصحافة مقيدة في العراق بسبب هيمنة الأحكام والأعراف السائدة والمضايقات الأخرى وصعوبة الحصول على المعلومات المؤكدة، وأشاروا إلى دور صحافة الهاتف المحمول في توصيل المعلومة للمتلقي بشكل أسرع. لا حرية في العراق اليوم، الصحفي لا يمتلك الحرية بأن يحصل على حق المعلومة، مقيد بالأعمال، سواء مقيد اجتماعيا، مقيد عشائريا، مقيد قانونيا، مقيد قضائيا. اليوم الصحفي ملاحق قضائيا أزاء أي معلومة ممكن يستخدمها في تقريره، بالتالي اليوم الصحفي متخوف من الخوض في مواضيع الصحافة الاستقصائية بسبب صعوبة الحصول على المعلومة. الندوة اليوم أيضا تضمنت موضوع صحافة الموبايل، ربما هي الصحافة الوحيدة اللي تقدر تدخل في أماكن حساسة وتطلع مواضيع مهمة، لأن الموبايل هو متوفر وممكن تخفيه لكن الكاميرا ممكن تخفيها. أيضا صحافة الموبايل اليوم أنهت شيء اسمه سبق صحفي، لأن المواطن أيضا يمارس هذه الصحافة من خلال معلومات ينشرها على فيسبوك، بالتالي اكو فرق بين من المواطن يمارس الصحافه ومن الصحفي يمارس صحافه موبايل، الفرق هو بالاحترافيه وحرفنه هذه المهنه. ان حريه الصحافه مقيده في بلد لا تستطيع ان تكتب ما تقتنع به حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ذلك يستمر الصحفي باداء واجبه رغم المخاطر التي يتعرض لها بحسب مراقبين. لبرنامج انا شاهد بي بي سي، احمد العجيلي.